شمسة ولا انت؟ فصلت هون انا عند الشب الله يعطيه العافية، فصلت بجامعة من البطانيات اللي وزعونا اياهم من الجمعيات، من كثر البرد لا في عنا يعني دفا ولا في عنا حطب ولا عنا مازوت، وعايشين بحالة مأساوية كثير، يعني حطب اليوم كيلو ب 450 ورا، ما في حطب، والجمعيات لا عم توزع شيء، يعني الجمعيات عم توزع بس للايتام، ما عاد في لا يتيم ولا شيء، كلياتنا هون فقراء، يعني برد كثير بردوني، يعني هاي السنة هلا خيطنا من الاحرامات سويناهم بيجامات لنا وللاولاد ولاولادنا، السنه الجايه جاهز بشوادر متغطى، لا في حرامات، لا في اكل، لا في شرب، لا في شيء، بنوب نهائيا ما في شيء. لسه الاطفال كلياتها هذا اللي عم يقرب واللي عم يمرض حبس التمول ما عم تلاقي له. ما بعرف عايشين بعيش مأساوية. يفرج الله يا اخي، يفرج الله. اكل شرب دفا ما في شيء، بنوب ما في شيء. الله يفرج. امين. منيحة عادي.